خرجت مسيرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من النساء والرجال في العاصمة اليمنية صنعاء، وجابت بعض شوارع صنعاء لمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال للرئيس علي عبد الله صالح وأعوانه باعتبارهم مجرمي حرب. من ناحية أخرى، قالت مصادر خليجية أن الحكومة والمعارضة في اليمن اقتربتا من الاتفاق على آلية لتنفيذ المبادرة الخليجية دون تحديد الموعد النهائي للتوقيع عليها. وميدانيا، قصفت قوات موالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح عددا من المنازل بقذائف الهاون في منطقة الحصيب بمدينة تعز، وقد أدى القصف إلى إصابة أحد الأشخاص بجروح وتعرض مسجد وبعض المنازل لأضرار.